إكسبيريا بروجكت الجديد يتيح لك تحويل أي سطح إلى شاشة لمس. الجهاز مزود بقارئ إنفراريد يمكنه تتبع حركة أصابعك والاستجابة إليها بكل سرعة كأنك تعمل على شاشة لمس، بل أنه يدعم المولتي تاتش أي يمكنك استخدامه بأكثر من إصبع ويصل إلى حد 10 أصابع في نفس الوقت، فيمكنك مثلا عزف البيانو. الجهاز يعمل بنظام أندرويد وهو يدعم المساعد الصوتي من جوجل. عندما يكون قريبا من الأسطح يمكنك استخدامه كشاشة لمس، وعند إبعاده عن الأسطح يتحول إلى شاشة بروجيكتر تصل إلى 80 إنش. يمكنك ربط البروجيكتر مع أي جهاز يعمل بالبلوتوث، كما أنه يحمل مدخل HDMI ومدخل USB Type-C. لم تفصح سوني عن سعر الجهاز وعن متى توفره في الأسواق.